أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نطالع كالمعتاد أهم ما تقوله الصحف العربية والمواقع اليمنية، ونبدأها من المواقع الإخبارية. يفتح موقع الموقع بوست موضوعا هاما متعلقا بالهجرة التي لجأ إليها الأكاديميون. عنوان الموقع وقال: عقول اليمن النابغة تفر من أرضها. فوفقا للموقع مشاهدينا، فقد تسببت الصراعات والحرب في اليمن، وهي الصراعات الدامية التي لا تلوح لها نهاية في الأفق حتى الآن، في تسريح المئات من الكوادر اليمنية. وبحسب أرقام البنك الدولي وجامعة الدول العربية التي استند إليها تقرير الموقع، فقد ارتفعت نسبة هجرة العقول من أصحاب الكفاءات والأكاديميين والمخترعين في مختلف التخصصات من المنطقة العربية، وشهد ارتفاعا ملحوظا وكبيرا، وتصل بعض التقديرات إلى أن العقول والكوادر المهاجرة من العالم العربي تمثل 50% من مجموع تلك الكوادر العربية. تحتل اليمن مرتبة متقدمة في تصدير عقولها للخارج من بين الدول العربية، مع فلسطين، العراق، الجزائر، سوريا، الأردن ولبنان، وهذا بعد مصر والمغرب، علما بأن اليمن وسوريا يسيران بتقدم الآن ليصبحا الأكثر تصديرا لعقولهما بسبب النزاعات والحروب المستمرة على أراضيهما. الحوثيون يحرقون أوراقهم، مدمرين آخر آمال الحل السياسي في اليمن. هذا ما عنون به موقع يمن مونيتور صفحته الرئيسية، معتبرا أن إعلان الحوثيين عن رئيس حكومة جديدة لإدارة البلاد في صنعاء يعد تدميرا لآخر الأمال للسلام. ومتحدثا عن جهود السلام، يقول يمن مونيتور: يسعى المبعوث الدولي إلى إحياء مفاوضات السلام اليمنية التي علقت في أغسطس بعد 3 أشهر من المباحثات غير المثمرة في الكويت برعاية أممية. ويمثل الإعلان عن حكومة من جانب الحوثيين إحدى تبعات تشكيل مجلسهم السياسي، ويبدو أن الحوثي وصالح قد تجاوزت خلافاتهم مسألة الإعلان عن رئيس الحكومة، لتبقى معركة الخلافات في أسماء ومناصب للحكومة المفترضة. عن عالم يمني يعيش متنقلا في المهجر بين أمريكا، أوروبا وبين غيرها من بلدان العالم، لكنه يظل فاتحا عينيه وقلبه، متتبعا أخبار الوطن، تحديدا لما يحدث في مدينته تعز. لذلك كتب أحمد مغربي مقاله في جريدة الحياة اللندنية، وقال الكاتب في جزء من المقال عن العالم اليمني المتخصص في مجال أمراض الشيخوخة بالتحديد الزهايمر والباركنسون، ويقول الكاتب: ترى كيف تبدو مدينة تعز اليمنية بمعاركها الضارية المستمرة منذ اندلاع الحرب في اليمن 2015 في عيني عالم يمني يعمل بدأب في مختبر علمي في مدينة لوزان السويسرية؟ ماذا يدور في دماغ البروفيسور هلال الأشول عندما يراقب على الشاشات أخبار مسقط رأسه وهي تطحن في حروب القبائل والنزاعات الإقليمية، فيما يداه تديران بكفاءة علمية راقية مختبر البيولوجيا الجزئية والكيماوية للتآكل العصبي في مدينة تهجع عند قدميها بحيرة لوزان الشهيرة التي تسقيها بصمت مياه تأتي من جبال الألب الشاهقة المحاذية لشواطئها الساكنة؟ كيف تنظر عينا عالم عربي يهتم بالدماغ ووظائفه التي تتضمن الإدراك والمعرفة والذاكرة بآليات التغيير التي هبت مع الربيع العربي ثم تحولت حالا مأساوية تكاد تستعصي على الوصف؟ ليست تلك الأسئلة جزافا، بل ربما ما كانت لترد لولا اهتمام البروفيسور هلال الأشول الفائق باليمن وطنا وشعبا ومجتمعا، بل اهتمامه المستمر بالدول العربية أيضا. تذكر نظرة الأشول إلى علاقته كفرد مع وطنه بأسطورة بروميثوس سارق نار المعرفة من رموز الإغريق إلى البشر. ويبذل الأشول جهودا هائلة في نقل العلم إلى اليمن، لعل أبرزها تأسيسه الجمعية الأمريكية للعلماء والدارسين اليمنيين. ويملك هذا العالم اليمني الأمريكي وعيا أصيلا حيال تلك الرغبة الحارقة في نقل العلم إلى الوطن. والأرجح أن من لا يعرف اليمن عن قرب تفوته قصة العلاقة الخاصة بين الغربة واليمنيين. في مقابل تلك المعاناة شبه الصامتة، هناك التاريخ الذائع للهجرات اليمنية
بداية من تفرق قبائل اليمن السعيد بعد انهيار سد مأرب الأسطوري، ومرورا بتغريبة بني هلال المهاجرين إلى تونس تحت قيادة البطل الحضرمي أبو زيد الهلالي، وربما ليس انتهاء بالجاليات اليمنية في الجوار الجغرافي لذلك البلد خصوصا الخليج العربي. ويجمع بين نوعي الهجرة أن خيطا خفيا وفائق المتانة لا ينقطع أبدا بين هجرة اليمني وأرضه التي كأنها تبقى فيه. من بين الأخبار الواردة في موقع عدن تايم والمثيرة للأسئلة، خبر مفاده أن قوات الحزام تضبط سيارة محملة بمدفع هاون 85 كانت في طريقها إلى شبوة. وطبقا للموقع فقد تمكنت قوات الحزام الأمني بمنطقة الأحمر مديرية مودية محافظة أبين من ضبط سيارة تحمل مدفع هاون. قال مصدر قيادي لمركز الإعلام الأمني أن السيارة كانت في طريقها إلى محافظة شبوة بحسب إفادة الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة التي تقل المدفع، فإن وجهتهم بيحان. يفيد الموقع أيضا أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الجهة التي أرسلت الهاون والجهة المقصودة. موقع عدن الغد تابع الأوضاع المعيشية الصعبة في واحدة من أهم مناطق العاصمة المؤقتة، وعنوان الموقع: أهالي في المعلة يغادرون مساكنهم بسبب انقطاع المياه. قال في التفاصيل: دخلت أزمة انقطاع المياه عن أحياء مديرية المعلة بعدن يومها الرابع وسط معاناة مريرة للمواطنين. أهالي مديرية المعلة عبروا لعدن الغد عن استنكارهم من انقطاع المياه عن أحيائهم ومساكنهم منذ أيام، ومن عدم تجاوب المختصين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن مع بلاغاتهم ومناشداتهم بإعادة ضخ المياه. قال عدد من الأهالي بأنهم يتنقلون في مساكن أقربائهم يتنقلون إليها في مدريات أخرى بعد أن أعياهم انقطاع المياه عن المعلة. وطلب أهالي المعلة محافظ العاصمة صنعاء عدن إنهاء معاناتهم جراء انقطاع المياه. عن تعليم الفتاة وعن الأمية التي ما تزال تحاصرها، كتبت افتخار عبد مقالا ونشرته في موقع يمن مونيتور، وقالت الكاتبة: كثيرات هن الفتيات اللاتي يجهلن القراءة والكتابة ولا يعين أهمية ذلك، ومع هذا فبعض من فتيات الريف يدخلن إلى المدرسة وبعد سنوات يصلن إلى مستوى معين لا يجدن فيه القراءة والكتابة، وعندها تحس هي أو يحس والدها أنها قد وصلت بتعليمها إلى مستوى عال، وقلة من الفتيات من يصلن إلى شهادة الثانوية العامة بذلك المعدل البسيط وتلك المعلومات المتهالكة التي تنتهي من عام لآخر. ليست هذه هي الكارثة، وإنما المأساة في الثقافة المغروسة لدى العديد من الريفيين، ومن ذلك أن التعليم عيب وأن بنات المدارس لسنا بالمستوى المطلوب من الحياة. هناك موقف عشته مع إحدى الفتيات ما يزال حديثها يبعث الغصة في حلقي. تحدثت أنها تحب كثيرا أن تتعلم وأن تلتحق بالمدرسة كي تعرف القراءة والكتابة، وقالت: أريد أن أعرف تاريخ الانتهاء للمواد الغذائية التي آخذها كي لا أصيب نفسي وأهلي. سألتها عن المانع فأجابت: لا يوجد مانع سوى الأرض والمواشي. الأعمال أكبر عائق عن تعليم الفتاة الريفية، وهناك عائق آخر يتعلل به البعض وهو الاختلاط في المدارس. حسن، إذا كان الاختلاط عيبا اجتماعيا فما البديل لفتيات يعشن في القرن 21 في عصر الاختراعات والاكتشافات وهن لا يستطعن إمساك القلم بشكل سليم؟ إلى موقع مصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية وقال: الحوثيون وحزب صالح يكلفون بن حبتور بتشكيل حكومة موازية للحكومة الشرعية. يقول الموقع: جماعة الحوثي وصالح كلفت عبد العزيز بن حبتور بتشكيل حكومة موازية في الوقت الذي لا يعترف الحوثيون بالحكومة اليمنية الشرعية، في خطوة تعمق من الانقسام السياسي في اليمن. قالت وكالة الأنباء اليمنية سبا والتي يسيطر عليها الحوثيون إن ما يسمى بالمجلس السياسي الذي يرأسه القيادي الحوثي صالح الصماد أصدر قراراً بتكليف الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
تابع موقع تغيير نت تابع الكلمة التي ألقتها ناشطة السلام اليمنية توكل كرمان خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لنزع السلاح من أجل مناخ للسلام في العاصمة الألمانية برلين، والتي أكدت فيها أنه لوقف الحرب الدائرة في اليمن وإقامة سلام مستدام فيها يجب نزع سلاح الميليشيات والجماعات خارج إطار الدولة وجعل امتلاك وحيازة السلاح حكرا عليها ولتمهيد الأجواء أمام انتخابات حرة ونزيهة بعد الاستفتاء على مسودة الدستور الذي سبق أن توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وانقلبت عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لاحقا. أضافت كرمان: تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لإنصاف الضحايا ولضمان عدم التكرار وتبني مشروع إعمار لما دمرته الحرب وتحقيق إصلاح ونمو اقتصادي لازم وبالغ الأهمية لنجاح عملية التغيير السياسي. ودعت كرمان المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن في تحقيق وقف الحرب وفق تلك الأسس والعمل لتحقيق إرادة الشعب في العبور نحو مستقبل حر وكريم، وأشارت إلى أنه يمكن الحديث عن بعد القيام بتلك الخطوات عن التنمية، مؤكدة أنه قبل ذلك وفي وجود سلاح خارج الدولة فإن ما سوف نتحدث عنه هو عدد الضحايا والقتلى والانتهاكات هنا وهناك. جولتنا المصورة اليوم من منطقة الغيل بالجوف، وذلك بعد تحريرها من ميليشيا الانقلاب، وقد نشرت الصور في موقع بوست، وأظهرت الدمار الذي حل بالمنطقة التي ظلت ميليشيا الحوثي متمسكة بها إلى أن وصلت قوات الجيش الوطني واستبسلت من أجل اقتحامها. نتابع الصور. مشاهدينا، الشأن اليمني في الصحافة العربية اليوم، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. من جديد نرحب بكم ونصحبكم في جولة الصحافة العربية في أعدادها اليوم، والبداية من صحيفة الحياة. تابعت موضوع إعلان ميليشيا الحوثي والمخلوع تشكيل حكومة إنقاذ وطني، عنونت الصحيفة: الحوثيون عينوا محافظ عدن السابق رئيسا لحكومة إنقاذ. تقول الصحيفة: عشية بدء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من الرياض جولة جديدة من مساعي السلام واجتماعه مع الرئيس هادي، كلف الحوثيون عبد العزيز بن حبطور محافظ عدن السابق بتشكيل حكومة جديدة. تنقل الصحيفة بضعة معلومات عن بن حبطور: ينتمي بن حبطور إلى حزب المؤتمر الشعبي، وهو مؤيد ومناصر لعلي عبد الله صالح وحكم عدن في ظل الحوثيين قبل أن يحررها الجيش الوطني. رد فعل الحكومة الشرعية حول آخر تصعيدات الحوثيين وذلك بإعلانهم تشكيل حكومة إنقاذ وطني لم يطل كثيرا، ونقلته صحيفة القدس العربي. عنونت: وزير الخارجية اليمني ينتقد خطوات الحوثيين التصعيدية. تقول التفاصيل: وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي انتقد الخطوات التصعيدية التي يقوم بها الحوثيون خلال اليومين الماضيين على المستويين العسكري والسياسي في بلاده. قال المخلافي: في الوقت الذي نسعى إلى السلام ونقدم التنازلات من أجل شعبنا، تؤكد الميليشيا بخطواتها وتصعيدها أنها لا ترغب بالسلام ولا تبالي بمعاناة الشعب. واتهم الحوثيون
اتهم الحوثيين المخلافي اتهم الحوثيين بالسعي لتحقيق مصالحهم على حساب اليمن وشعبه وأمنه واستقراره، لافتا إلى أن معاناة الشعب قاربت على الانتهاء. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية عنوانت: قيادي في القاعدة يسلم نفسه للأجهزة الأمنية في لحج. تقول الصحيفة في التفاصيل: قيادي في تنظيم القاعدة في محافظة لحج سلم نفسه إلى أجهزة الأمن في إطار المهلة التي حددتها الأجهزة للعناصر الإرهابية والمتورطين مع التنظيمات المتطرفة لتسليم أنفسهم. قال مصدر أمني أحد قيادات التنظيم ويدعى عفيف يحيى الحضرمي والمكنى أبو تراب سلم نفسه إلى مدير شرطة لحج تزامنا مع الدعوة التي أطلقتها السلطات الأمنية والمحلية للعناصر الإرهابية لتسليم أنفسها إلى أجهزة الأمن والعدالة. أضاف المصدر: عدد من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة سلموا أنفسهم خلال الفترة الماضية للأجهزة الأمنية التي أطلقت حملة واسعة لتعقب الخلايا الإرهابية في لحج. قال منرصاص ينهي الحرب: تحت هذا العنوان كتب يونس السيد مقالا ونشره في صحيفة الخليج. وقال الكاتب: برصاصة رشاش صنعت على شكل قلم، وقع الرئيس الكولومبي مانويل سانتوس اتفاق سلام تاريخي ينهي أطول حروب الأمريكيتين بعد أن استمرت نحو 52 عاما وأدت إلى مقتل نحو 260 ألف شخص وفقدان 45 ألفا ونزوح نحو 7 ملايين آخرين. رمزية الاحتفال الذي أقيم بالمناسبة في بلدة قرطاجنة التاريخية بدلا من العاصمة بوغوتا يتجاوز مضمون الاتفاقات المشابهة، لأنه يحمل في مضمونه ملخصا لما كان عليه الحال إبان سنوات الصراع وما يمكن أن تكون عليه مستقبلا. فالرصاصة التي وقع بها الاتفاق كتب عليها: الرصاص كتب ماضينا والتعليم هو مستقبلنا. بينما كان حشد المدعوين وبينهم 250 من أهالي الضحايا يرتدون جميعا الملابس البيضاء يرددون: لا حرب بعد الآن، لا مزيد من القتلى بعد الآن في حرب عبثية. في كل الأحوال يتيح الاتفاق لحركة فارك أن تتحول إلى حزب سياسي وأن تخوض انتخابات 2018 مقابل حل نفسها وتخليها عن السلاح وتسليمه للأمم المتحدة. انتهى الكابوس بالنسبة للكولومبيين وستبدأ مرحلة إعادة البناء، ولكن من المبكر معرفة ما إذا كان هذا الاتفاق يصلح نموذجا للبناء عليه أو استلهامه في أماكن أخرى من الصراعات التي لا تزال تجتاح العالم. نذهب إلى صحيفة الخليج الإماراتية فقد اهتمت بالشأن اليمني وعنونت: مسؤول أممي للشؤون الإنسانية يزور اليمن. قالت الخليج: وصل إلى صنعاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة ستيفن أوبراين والوفد المرافق له في زيارة تستغرق يومين. وأوضح أوبراين في تصريحات داخل مطار صنعاء أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع عن كثب لما يجري في اليمن، وقال إنه تلقى تقارير عديدة عما يجري في اليمن وإنه يزور البلد للمرة الثانية ليقف بنفسه على ما يجري تمهيدا لكتابة تقرير سيرفعه إلى الأمم المتحدة. حصلت صحيفة الشرق الأوسط على عدد من الملاحظات المهمة حول قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص اليمن كما وردت في النقاشات، وهي وفقا للصحيفة من المعلومات الخاطئة القول إن هناك مشروعاً أوروبياً طالب بلجنة دولية للتحقيق في اليمن، والحقيقة أن دولاً أوروبية قدمت مقترحاً لقرار من أجل إرسال بعثة تقصي. قالت الشرق الأوسط إن ذكر لجنة دولية للتحقيق تم في مطالبات لمنظمات غير حكومية كما وردت كتوصية في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتضيف النقاشات أنه بالعودة إلى مشروع القرار العربي الذي صدر يوم الخميس في 29 من سبتمبر الماضي، نجد أنه ركز على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق بخبرات دولية. صحيفة العرب الجديدة عنونت: الصرف الصحي غير الآمن أزمة حقيقية في اليمن. تقول العربي الجديد:
شبكات الصرف الصحي تعد من أساسيات البنى التحتية اللازمة لتأمين ظروف عيش ملائم للإنسان، لكن ثمة بلدانا ما زالت تعاني من عدم توفر شبكات آمنة لليمن، واليمن واحدة منهم. فإلى جانب اليمنيين الذين يعانون من انعدام الصرف الصحي الآمن، انضم 6 ملايين مواطن متضرر من الحرب بعد تصعيد الصراع المسلح العام الماضي، ويكمن الخطر الصحي باحتمال الإصابة بأمراض من قبيل التيفوئيد، التهاب الكبد الوبائي. تضيف الصحيفة: كل 3 من بين 4 يمنيين في حاجة إلى دعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه وصرف صحي ونظافة. لئلا ننسى فلسطين، تحت هذا العنوان كتب عبد وازن مقالا ونشره في صحيفة الحياة اللندنية. قال الكاتب متحدثا عن أهم قضية عربية يكاد النسيان يحيطها، وقال الكاتب: نكاد ننسى فلسطين، سوريا أنستنا فلسطين، والعراق أنسانا فلسطين، وليبيا واليمن. الربيع العربي الذي وسمه باكرا شحوب الخريف جعلنا ننسى فلسطين، كذلك المآسي الرهيبة كادت تنسينا مأساة فلسطين، المجازر والخراب والدمار اللذان باتا يفوقان الوصف، القتل والتجويع والتهجير والنزوح. نكاد ننسى فلسطين، لكن فلسطين أضحت كل بلداننا التي تحترق، بل إن بلداننا التي تحترق أمست فلسطين. حتى أعداء الداخل العربي باتوا إسرائيليين في كراهيتهم وحقدهم وقسوتهم. الطغاة الدكتاتوريون أبطال الصمود والتصدي، داعش وكل الجماعات الظلامية. وإلى هؤلاء جميعاً ينضم أعداء الخارج، وفي مقدمتهم روسيا القيصرية التي تدمر طائراتها أحياءنا ومدننا وقرانا، ثم الغرب المتواطئ الأمريكي والأوروبي. لم ننسى فلسطين بتاتاً، ولا يسعنا أن ننساها ما دامت حاضرة في قلب المأساة الكبيرة التي يحياها العرب جميعهم، حتى البعيدون جغرافياً عن مركز الخراب، وحتى المقيمون في الشتات الذي يتسع وفي المنافي التي تزداد. القضية الفلسطينية لا تزال هي الأعمق في وجدان الشعب العربي، لأنها ذاتهم المجروحة، ذات الفرد فيهم وذات الجماعة، التاريخ والروح. إلى هنا نتوقف معكم في كشك الصحافة، آملين بحلقة أخرى، وأترككم الآن مع الكاريكاتير.